اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم ونمضي عبر شاشه الشروق عبر هذه التغطيه الخاصه، ونسال الله دائما ان ينعم او ينعم على وطننا الحبيب السودان ما قد كان وما سيكون بالامن والامان والطمانينه ايضا والصحه والسلامه، وتتذلل كافه العقبات ان شاء الله. وتفاعل تابعناه من الفنانين، من الرياضيين، من كافه المؤسسات المختلفه، نجوم المجتمع، منظمات صحيه، وحتى الدول الصديقه والشقيقه كانت قد تفاعلت تفاعل مميز جدا. تابعنا ايضا عبر الوسائط الالكترونيه المختلفه ووسائل التواصل الاجتماعي، الهاشتاجات بالمسميات المختلفه، كل من كان لديه ما يقدم حاول انه يتقدم الصفوف ويكون في الصفوف الاولى ليقدم الخير، لانه هذا هو بطبع بكل تاكيد حال كل سوداني. ايضا لاتحاد الغرف الصناعيه السوداني دور عاوزين نتعرف عليه، ومع ضيفي الكريم عبر هذه التغطيه الخاصه الاستاذ اشرف صلاح محمد نور الدين، وهو نائب رئيس اتحاد الغرف الصناعيه السوداني. اهلا بك. الله يبارك فيك. عفوا، اهلا بك. ويعني الكل يتفاعل مع هذه الظروف الطبيعيه التي تحدث في السودان، فيضان نهر النيل 2020، وبكل تأكيد هي مشاهد لا يحب السوداني أن يراه. يعني السوداني بطبيعة حاله هو مساند دائما، وما في زول بينادو لفعل الخير، الكل دائما سباق لذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في اتحاد أصحاب العمل وفي اتحاد الغرف الصناعية وفي القطاع الخاص السوداني عموما، نعم، لا يتجزأ من هذا الوطن، جزء لا يتجزأ من هذا الشعب. وهذا الشعب السوداني المعروف بالتكافل، معروف بالنجدة في الملمات وكذا، فنحن حقيقة القطاع الخاص بيقوم بدوره في تقديري يعني كأحسن ما يكون في هذا الظرف وفي الظرف اللي قبله في موضوع الكورونا. نحن الآن في الاتحاد بصدد في اليومين القادمين بصدد تسير قافلة يعني بالتنسيق مع ولاية الخرطوم، يعني قافلة غذائية في المقام الأول، هي تستهدف إضافة لولاية الخرطوم، تستهدف ولاية سنار وولاية نهر النيل. القافلة بدينا هي حقيقة هي مشروع عدة قوافل تستهدف اتحاد أصحاب العمل واتحاداته القطاعية، ومن ضمنها اتحاد الغرف الصناعية يستهدف فيها في ولاية الخرطوم كل المناطق المتأثرة. حنبدأ بالجانب الغذائي باعتباره ملح، ولأنه رأينا أنه العديد من المنظمات الخيرية والطوعية يعني بتقدم في الخيام وكده، بنعتبر أنه الجانب الغذائي ده الآن ملح، ولاحقا يعني حا حا يعني نتمنى أنه نسهم في إعادة التعمير طبعا المنازل اللي تهدمت وكده. ف يعني بدون تفاصيل، لكن نتمنى إن شاء الله أنه القافلة حتكون ضخمة. وأحب أشير أنه يعني القافلة اللي بيسيرها اتحاد الغرف الصناعية أو اتحاد أصحاب العمل هي محاولة لتعطير دور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وكده في قافلة واحدة وفي سام واحد. وأحب أن أشير هي يعني منظمات أيضا نقابية وطوعية، وكل المبالغ، وهي مبالغ ضخمة بالمناسبة، اللي جمعت هي مبالغ عبارة عن تبرعات. يعني هناك عمل كان جاري وهناك مبالغ تم جمعها فعليا، والآن الغافلة أيوة هي جاهزة للانطلاق، مبالغ إضافة لأصحاب المصانع والأشياء العينية وكذا. ف ده جانب كل نفتكر كل القطاع الخاص وأصحاب المصانع وأصحاب الصناعات لهم إسهامات في شد الدائرة الآن. يعني كفرت على سبيل المثال يعني أخواننا في محجوب أولاد سيروا قافلة لمدينة سنار وسينجا، استهدفت 10,000 أسرة، وغيرها الشركات الضخمة كدال كلها عندها إسهامات، وهي
في الدور المجتمعي، لكن نحن في الاتحاد باسم كامل عضويتنا من اصحاب العمل ومن الصناعيين ومن خلافه اضطرنا المساله دي في شكل غافله، وان شاء الله يعني في اليومين القادمين. نعم، هو سؤالي القادم، متى تنطلق؟ وهل الاستهداف فقط لولاية الخرطوم من خلال هذه الغافلة لمناطق معينة؟ من سيحدد يعني إلى أين تذهب الغافلة وما إلى ذلك؟ هذه نقاط مهمة طبعا. طبعا نحن حنستهدف في الأساس ولاية الخرطوم، نعم، والجهة الفنية المعنية بأين توزع هذه المواد هي ولاية الخرطوم. يعني القافلة أيضا والمبادرة مربوطة فنيا مع السيد والي الخرطوم، وعندهم الجهات وزارة التنمية الاجتماعية عندهم الجهات الفنية اللي بتقوم، نعم، بتوزيع المواد. لكن أيضا قررنا استهدف مدينة سنجا للظرف اللي بتمر به، وإضافة لمدينة شندي في نهر النيل، وهو أيضا كانت الأحق. يعني ماذا عن بقية ولايات السودان؟ الكثير تضرر، إذا ذهبت، نعم، إلى الشمال إلى الشرق تجد، نعم، كل من يجاور النيل تقريبا، نعم، أصيب بضرر. نعم. فماذا عن قومية هذه القوافل والتي نحتاج إليها؟ يعني والله نحن نتمنى ونأمل وكده نبدأ، وإن شاء الله إن شاء الله كل ما نستطيع إن شاء الله. إن شاء الله يعني تكون هذه هي الخطوة الأولى. هل هناك تفكير لقوافل قادمة؟ الآن التركيز بنسبة كبيرة جدا في الجانب الغذائي، ماذا عن بقية القوافل القادمة؟ والله أصلا التفكير لعدة قوافل، نعم، والحمد لله الغافلة الأولى يعني كللت، هي ما انطلقت، لكن المؤشرات في جمع المبالغ وجمع المواد يعني بتؤشر لنجاح منقطع النظير، وكميات ضخمة جدا من المواد الغذائية إن شاء الله تصل الناس عبر ولاية الخرطوم، نعم، وعبر اتحاد أصحاب العمل. وده حقيقة شجعنا في لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل واتحاد الصناعات في إنه نحن من الممكن القوافل دي تتكرر إلى أن تزول المحنة إن شاء الله بإذن الله، نتمنى بإذن ذلك. أشرت أيضا من خلال التقدمة إلى موضوع مهم جدا، وبيتقع في جانب وإطار المسؤولية المجتمعية لكل الشركات، بالتالي لكم كاتحاد وكغرف صناعية سودانية، مسألة إعادة التعمير. نعرف المسؤولية الصعبة الملقاة على عاتق هذه الأسر وكل الأهل والإخوان في كل مكان في السودان، أن يفقد الإنسان مأواه هذا أمر صعب، وفي ظل الوضع الذي نمر به الآن في البلاد، مسؤولية إعادة التأمير هذه يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للجميع ليتفاعل فيها من خلال يعني بعد أن نتخطى هذه الأزمة إن شاء الله ونذهب في الاتجاه الصحيح. ما هو دوركم المأمول والمنتظر في هذا الجانب المهم؟ والله نحن زي ما قلت لك بدينا بالجانب الغذائي باعتباره ملح، ونمضي ومؤكدين هنشوف غوافل إن شاء الله. الإيواء المؤقت، نعم، بعده عندنا قافلة أيضا غذائية، أو ده نستهدف قافلة غذائية، نعم، وقافلة برضو تستهدف الإيواء المؤقت. لكن بالتأكيد اتحاد الغرف الصناعية لأنه في عضويته كثير من المصانع الهندسية وكثير من العضوية اللي بيشتغل في مجال التشويد، وأيضا اتحاد أصحاب العمل من خلال اتحاد المقاولين، فنحن جزء من هذا الشعب نسعى أكيد قدر ما نستطيع. طبعا في النهاية دي مهام الدولة، أكيد لا نستطيع أن نفعل فيها شيء كثير، لكن دائما مساهماتكم نسعى ملموسة، دائما مساهماتكم ملموسة ومحسوسة، يعني أنا أؤكد على ذلك. بارك فيك، وإن شاء الله يعني نسعى في أننا نزيدها ونعظمها إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جميلا لك، ويعني نتمنى التفاعل أكثر، وسعيدين جدا إنه نشوف تفاعل الغرف الصناعية واتحاد أصحاب العمل مع مثل هذا الأمر وهذا الفيضان وهذه الأزمة التي نمر فيها. شكرا لك. شكرا جزيلا، كتر خيركم. شكرا لك، ربي يديك الصحة والعافية. كان هذا مشاهدينا الأستاذ